دوزو دابا المقادير. انا وجدت المقادير، احسب لي كنصورهم ساهل. لا وين درت المعلقه ديال الخميره ديال الخبز حبيبات، درت المعلقه ديال الزعتر، درت المعلقه ديال الزيت البلديه، معلقه ديال السكر، وواحد راس معلقه ديال الملحه، وصافي. وزدت عليهم واحد نص كاس ديال الحليب وخليتهم تتفعلت ليا الخميره كما كتشوفوا. دابا غادي نبدا نجمع العجينه. انا غادي نحتاج هنايا، غادي ندير، انا كنستعمل الفرص الحرش كما كتشوفوا البنات، ماشي الفرص الرطب. ها هو راه كيتباع، كيدير 5 دراهم الكيلو. ها هو الفرص الحرش، هو اللي غادي نعجن به هاد البيتزا ديالي. غادي نعبر بالكاس ديال العنبه على هكا. المهم هاد الكاس ديال العنبه كتعرفوا كتشدوا العبر. غادي ندير الكاس الاول، غادي نزيد الكاس الثاني، انا غادي ندير هاد البيتزا غادي نديرها كبيره، غادي نديرها في لاطا كبيره. غادي نزيد دابا، غادي نجمع العجينه وغادي نشوف واش غادي نحتاج الحليب ولا غادي نحتاج الدقيق. بسم الله. انا غادي نزيد واحد الكاس ديال الدقيق، غنبقى نزيد الدقيق حتى تجمع ليا العجينه. باش تجيني البيتزا ديالي رطبه وحرشه، حيت هاد الفرص الحرش ماشي داك الرطب. هاد الفرص راه كيجي في البغرير زوين بزاف، كيخرج البغرير واعر. غنبقى نزيد دابا الدقيق ونبقى نجمع العجينه. هذا نزيد الكاس الثالث، المهم تبقاو تزيدوا الدقيق حتى تجمعوا. هذا راه حتى جيت فيه غير الكاس ديال الحليب ديال العنبه، باش خليت الخميره تفعل ليا غير الكاس. غتبقاو تزيدوا الدقيق، عينكم ميزانكم حتى يتجمع لكم تتجمع لكم العجينه. كتلصق ليا في اليدين كما كتشوفوا دابا، بارك عليها. غادي نخليها هكا باش تجيني البيتزا ديالي بهشيشه. غنخليه هكا كما كتشوفوا. حتى جيت كاس ونص، جوج كيسان ونص ديال العنبه مع الكاس ديال الحليب. غنكها غير شويه ومن بعد غادي نغطيها وغادي نخليها تستريح باش نوجد العمارة ديالها. هكا غادي ندهنها دابا بالزيت وغادي نخليها ترتاح. المهم البنات غادي نوريكم دابا العماره ديالي. عندي هنا شويه ديال الطون اللي صفيته من الزيت، عندي كاشير محكوك، عندي البصله هكا، عندي الزيتون، عندي الفلفله، عندي شويه ديال المايز. راه حليت واحد العلبه وبقات ليا بغيت نديرو ليها باش ما يضيعش ليا، وعندي شويه ديال الزعتر، وعندي هنايا مطيشه واجده انا كنوجدها في الفريكو كتشوفوا فيها كلشي. غنزيد عليها غير شويه ديال الزعتر وغادي نديرها في هكا تشحر باش تطلق ليا. المهم درت هنايا مطيشه والبصله والفلفله حمراء هكا حلوه، خليتهم طابت مع شويه ديال الزيت وشويه ديال الملحه، وطحنتهم وعمرتهم في هاد الساشيات اللي كيتسدوا هكا، كتكون واجده وقت ما تحتاجيها كتجبديها. وعندي هنايا الفرماج هكا حتى هو حكيته درته في المجمد. المهم هادشي العمار اللي غادي نحتاج في هاد البيتزا ديالي. وعندي هنا العجينه كما كتشوفوا راه طلقات. دابا غادي نبدا باش نصاوب العماره ديالي. كما كتعرفوا ما غادي نطيب حتى حاجه،
من غير هاد الطماطيش اللي غادي نشحرها شويه باش تحل ليا. غادي ندير هكا خضره، غادي ندير بصله خضراء، وغادي ندير الفلفله خضراء، كلشي غادي نديرو خضر. وغادي تشوفوا طريقه زوينه وكتجيك سهله وكتجيك البيتزا ديالك زوينه. المهم هادشي اللي غادي نحتاج هاد العماره. وغادي ندوزو دابا باش نسرح العجينه. المهم البنات، انا سرحت العجينه ديالي، انا درتها في هاد المقله اللي دهنتها بشويه ديال الزبده باش ما تبقاش تلصق ليا. دابا غادي دير مطيشه اللي خليتها تطلقات. هاد العجينه اللي درت معاكم خرجت ليا هذه كبيره وخرجت ليا وحده صغيره. زدت عليها شويه ديال الزعتر، ديك مطيشه صافي. وبعدين نزيد البصله هكا، ما شحرتها ما والو، درت ليها غير شويه ديال الملحه. غادي تحمر في الفران. نجيب الفلفله صافي. دابا غادي ندخلوها للفران هذا الشكل، وغادي نخليها حتى طيب لينا الخبزه ديالنا شويه وتحمر لينا شويه البصله مع الفلفله، عاد غادي نرجعوا باش ندير المكونات اللي مازال. بقات لي هاد الصغيوره، غادي نديرها في هاد المقله هادي بحال هكا هكا بلا فاش كنطيب الخبز.
هي العجينه ديالي والبصله والفلفله حتى هي طابت. شوفوا التمرات وغادي نكمل ليها المكونات. الطريقه هذه باش هذا باش البصله ما تبقاش لينا خضره. يجي زوين هذا الطرا. غادي نزيدو شويه ديال الكاشير هي ساليتها. دابا غادي ندخلها للفران غير يدوب ليها الفرماج وغادي نحيدوها وغادي ندوزو باش نقدمها لكم. الصحه والراحه.